أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة كل يوم ثقافة. لماذا تقوم الكلاب بدفن العظام في التراب؟ إذا كنت تربي كلبا فلابد أنك تلاحظ كيف يقوم بدفن الطعام أو الألعاب، وهذه عادة يتفرد بها الكلاب فقط. حتى وإن لم يوجد أي منافس له على الطعام، يقوم الكلب بالاستحواذ عليه ودفنه. ولكن ما السبب وراء ذلك؟ الطبيب البيطري محمد الصواف أجاب على هذا السؤال لإحدى الصحف فقال: هذه العادة طبيعية وجزء من سلوك الكلب قبل أن يتطور ويستأنسه الإنسان كي تتمكن من تحمل الظروف والتأقلم على العيش. فالكلب حيوان يتغذى على اللحوم، لذلك كان يلجأ إلى الصيد والافتراس، وكان يلجأ إلى دفن الفريسة ليضمن استمرار توفر الغذاء بشكل طبيعي بسبب ظروف الحياة البرية الصعبة. يقوم بتخزين باقي الفريسة للاستفادة منها في الأيام العجاف، والدفن طريقة جيدة لحفظ باقي الطعام المليئة بالنخاع لوقت قد لا يتوفر به الغذاء إلى أن يحصل على فريسة جديدة. وأكد الطبيب الصواف أيضاً: هذا السلوك تتبعه بعض الحيوانات من الفصيلة الكلبية كالذئاب والثعالب، وأيضا حيوانات أخرى مثل السناجب التي تقوم بتخبئة البندق لفصل الشتاء، والجمال التي تحتفظ بالماء والغذاء وهكذا. وهذا هو تفسير دفن الكلب للعظام والألعاب في التراب، لأن هذا التصرف جزء من فطرة الكلب حتى ولو كان لديه كمية كبيرة من الطعام وأنواع عديدة، فالغريزة تغلب في هذه الأوضاع. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك وشارك الفيديو، ولا تجعل المعلومة تقف عندك.